أكد السفير المصري لدى الهند وائل حامد أن اختيار مصر كضيف شرف لحضور احتفالات عيد الجمهورية بالهند يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين. وأضاف حامد خلال تصريحاته للتلفزيون المصري أن العلاقات المصرية الهندية تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية. تشهد العلاقات المصرية الهندية كثير من الطفرات المتلاحقة على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية الاستثمارية والتجارية وغيرها من أوجه التعاون المصري الهندي الممتد. وفي هذا الإطار يزور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الهند بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. هذه الزيارة تأتي في وقت دقيق تواجه خلاله الدولتان الكثير من التحديات على كافة الأصعدة، وتأتي لتضيف حجرا جديدا في جدار العلاقات المصرية الهندية الممتدة منذ استقلال الهند في عام 1947 إلى هذه الفترات. في هذا اللقاء مع سيادة السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند سوف نتعرض إلى الكثير من جوانب التعاون المصري الهندي على كل الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بزيارة السيد الرئيس وأهمية هذه الزيارة وتوقيتها في هذا التوقيت الهام للدولتين. بتشرف بسيادتك سيادة السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند. الشرف لي يا فندم، متشكر جدا والحمد لله على السلامة. أسعد إن شاء الله. أهلا وسهلا سيادة السفير. لو بدأنا هذا اللقاء باستعراض سريع لمجمل العلاقات المصرية الهندية واستعراض يعني يرصد أهم المحطات التي مرت بها هذه العلاقات إلى هذه الفترة. لا، لو نبتدي بأهم المحطات اللي بتعدي بها العلاقات المصرية الهندية فهي بالتأكيد الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد رئيس الجمهورية. دعنا نبتدي نعرف إيه هي هذه المناسبة. المناسبة هي عيد الجمهورية بالنسبة للهند، وعادة كل سنة الجمهورية الهند رئيس الوزراء بيوجه دعوة إلى رئيس دولة من الدول التي يكن لها احتراما واهتماما كبيرا. هذه السنة تم اختيار السيد رئيس الجمهورية ممثلا لجمهورية مصر العربية في ضوء الاهتمام الكبير الموجود من القيادة الهندية بمصر. ومن المهم جدا ان احنا نلاحظ حاجة في هذا الموضوع، ان هذه ستكون اول مشاركة لرئيس جمهورية مصر العربية في عيد الجمهورية. هذا لم يحدث في تاريخ العلاقات ما بين البلدين حتى في الخمسينات والستينات. دايما نتكلم على هذه الفترة ان هي دي كانت فترة وصول العلاقات الى زهوها، الفترة بتاعت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي الراحل جواهر لال نهرو. حتى خلال هذه الفترة لم يتم دعوة رئيس مصري إلى أن يكون ضيف شرف في عيد الجمهورية. النهاردة بيتم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه المناسبة. فبالتالي احنا بنتوقع أن العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة جدا 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 نتيجة اهتمام الدولتين ببعض. أهم محاور هذه العلاقات سيادة السفير هو الجانب الاقتصادي في ضوء اهتمام الجانب الهندي بالتجربة التنموية المصرية التي تحققت مؤخرا، وفي ضوء أيضا عدد كبير من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية سواء على صعيد الإجراءات التشريعية أو التحفيزية لتحفيز المستثمر الهندي وغيره لضخ مزيد من الاستثمارات في عدد كبير من القطاعات في مصر. لو سيادتك تلقي الضوء على أهم هذه المحاور أو أهم هذه الإجراءات التي كفلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمر الهندي وأهم القطاعات التي تلقى اهتماما داخل مجتمع رجال المال والأعمال الهندي. نتكلم عن الاستثمار لأن دي أعتقد أنها يكون واحد من المحاور الأساسية في زيارة فخامة الرئيس. بالنسبة للاستثمار، حجم الاستثمارات الموجودة في الهندية الموجودة في مصر حاليا حوالي 3.5 مليار دولار، وده بيجعلها من الدول اللي بتأتي في مركز متقدم ضمن الدول المستثمرة في مصر. ولكن الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد. احنا خلال الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت بالتحديد، كان في هناك العديد من الصفقات الاستثمارية اللي تم الاتفاق عليها خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. لك أن تتخيل سيادتك أن في تقريبا 5 شركات من الشركات الهندية اهتمت بأن هي تستثمر في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر. من هذه الشركات 5، 3 تم بالفعل التوقيع معهم على مذكرات تفاهم لإقامة مراكز إنتاج للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن الثلاث شركات دول هناك شركة تمت بالفعل الوصول معها
إلى الاتفاق الإطاري الشامل الملزم اللي بيلزمها بالاستثمار في مصر بحجم استثمارات تصل إلى 8 مليار دولار، وده طبعا حجم كبير جدا. الشركتين التانيين اللي توصلنا معهم إلى مذكرات تفاهم هم دلوقتي في إطار الخطوات الأخيرة للتوصل للاتفاقات الإطارية الملزمة، بما يعني أن الاستثمارات الهندية في مجال الهيدروجين الأخضر في مصر قد تصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى أكثر من 20 مليار دولار، ترتفع من 3.5 حاليا إلى أكثر من 20 مليار خلال الفترة القادمة. ده على في مجال الاستثمار. في مجال التجارة، الحجم التجارة ارتفع وصل إلى تقريبا 7 مليار دولار، ارتفاعا من تقريبا 4.5 مليار دولار خلال سنة واحدة، في توقيت كان العالم كله يعاني فيه من الآثار الاقتصادية بتاعت جائحة كورونا التي ما لبثت أن تخفض بعض الشيء، إلا أننا وقعنا في أزمة جديدة تتعلق بالأزمة الأوكرانية. على الرغم من الأزمتين، العلاقات التجارية ما بين مصر والهند ارتفعت حجم التجارة بينهم من تقريبا 4 مليار إلى تقريبا 7 مليار. فما بال سيادتك إن شاء الله لما نطلع أو يعود الوضع الاقتصادي العالمي إلى الاستقرار مع مرور الوقت، نستطيع أن احنا نوصل لما هو أكثر من ذلك. ومن هذا المنطلق يمكن خلال السنة اللي فاتت لما اجتمعت اللجنة الاقتصادية في الدولتين تم الاتفاق على أن احنا 7 مليار الحالية لا تكفي ولا تعبر عن إمكانيات وقدرات البلدين، فتم الاتفاق على أن احنا نحاول أن احنا نوصل بهذا الرقم إلى 12 مليار دولار خلال 5 سنوات. اللي عايز أقوله في هذا الموجود في هذا الموضوع أن المجال كبير ورحب وفي أفاق كبيرة جدا للتجارة والاستثمار ما بين البلدين. ويمكن جزئية مهمة جدا بنتكلم فيها مع الجانب الهندي، أن مصر ليست هي الدولة ذات السوق الداخلي 100 مليون مواطن وبس، لا، مصر هي منصة تستطيع الهند أنها تصل فيها الأسواق، يقدر عدد السكان فيها ب1.3 اللي هو نفس العدد بتاع عدد سكان الهند، أكبر دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بعدد سكان، لأن من خلال التواجد في مصر تستطيع الاستثمارات الهندية والمنتجات الهندية التي تصنع في مصر الوصول إلى السوق الأوروبية، تستطيع أن تصل إلى السوق الشرق أوسطية والعربية، تستطيع أن تصل إلى السوق الأفريقية، لأن ما جميع هذه المناطق إحنا عندنا اتفاقية تجارة حرة. فدائما بنوجه نظر الهنود في هذا الموضوع، لا تتعامل مع مصر كما لو كانت 100 مليون فقط، مصر هي دولة تستطيع أن تتخذ منها الهند منصة لتصل إلى أسواق تصل إلى 1.3 مليون مستهلك، منهم المستهلك ذو الدخل المرتفع في القارة الأوروبية أو المتوسط أو المنخفض في القارة الأفريقية. فمصر بترحب بالاستثمارات الهندية. ليس هذا فقط، لا، ده مصر كمان بتختصر السكة على المستثمر الهندي في الوصول إلى هذه الأسواق، باعتبار أن مصر بتقع في منتصف الطريق مثلا ما بين الهند وأوروبا، فاختصار المسافة إلى النصف ده معناه أن احنا بنختصر كذلك التكلفة بتاعة الشحن بتاعة التأمين، وأهم من هذا وذاك كمان أيضا في ظل اضطراب سلاسل الإمداد خلال السنوات الماضية نتيجة أزمة كورونا وأزمة الأزمة الأوكرانية، بتختصر الوقت التواجد في مصر للمستثمر الهندي، بيختصر الوقت بما يجعله أكثر قدرة على التواكب مع المتطلبات السريعة في سلاسل الإمداد. فأصبحت الهند ترى في مصر شريك أساسي في المجال الاقتصادي، وبنأمل أن الفترة الجاية إن شاء الله نقدر نترجم هذا الاهتمام وهذا الإقبال من الجانب الهندي ليس فقط في مجال الهيدروجين الأخضر، ولكن في مجال التجارة وفي مجال الاستثمار بشكل عام، نستطيع أن احنا نترجمه إلى أرقام أكثر وأعلى من ذلك. كما هو معروف سيادة السفير، الهند تستضيف هذا العام اجتماعات مجموعة الـ20 الكبرى G20، ومصر تم توجيه الدعوة لها على أن تكون ضيف الشرف الرئيسي لهذا التجمع العالمي الكبير. مصر كما هو معروف أيضا استضافت في العام نهاية العام الماضي قمة COP27 وG20، واجتماعات G20 تتعرض إلى هذا الشق الذي يتعلق بالتنمية المستدامة وقضايا البيئة وغيرها. المساهمة المصرية أولا معنى ومغزى دعوة مصر إلى هذه الاجتماعات، ثانيا الطرح أو الاطروحات المصرية التي من المقرر أن تقدم إلى هذا التجمع والمحفل العالمي، أهمية
هذا التجمع وأهمية الطروحات المصرية المقررة في هذا الشأن سيادة السفير؟ ده سؤال مهم جدا ومحور آخر من محور من محاور التعاون المصري الهندي. الحقيقة المجموعة العشرين هو تجمع لأكبر 20 اقتصاد على المستوى الدولي بيتناولوا فيه المسائل المتعلقة بالاقتصاد الدولي بشكل عام، خاصة في ظل الاضطرابات اللي بيشهدها الاقتصاد الدولي خلال الفترة اللي احنا موجودين فيها. دايما عندما كنا نتكلم مع الجانب الهندي كنا بنقول له احنا استضفنا مؤتمر المناخ في مصر في شرم الشيخ في شهر نوفمبر السنة اللي فاتت، ومؤتمر المناخ من الحاجات الأساسية اللي بيتكلم فيها هي المشروعات البيئية اللي من شأنها ان هي تساهم في الحد من التدهور المناخي وكل الظاهرة بتاعة الكربونايزيشن وكل هذه الأطر البيئية. هذه المشروعات ستحتاج الى ان نضع لها تمويل مناسب، مصادر للتمويل. طيب المجموعة العشرين بتتحدث عن إيه؟ ما هي بتتحدث عن وضع الاقتصاد الدولي بما في ذلك توفير التمويل لمجالات التنمية المختلفة. فبالتالي كان هناك ترابط واضح وصريح جدا ما بين استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ وما بين استضافة الهند لمجموعة العشرين بما في ذلك القمة اللي سيتم عقدها في نيودلهي في شهر سبتمبر المقبل. فبالتالي كان دعوة مصر كان شيء بديهي شيء منطقي، وقد أقبلت الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين على هذا الطرح وتم بالفعل دعوة مصر. من المهم جدا أن احنا نذكر أن دي ستكون أول مرة تشارك فيها مصر في مجموعة العشرين بصفتها الوطنية. هنا هي شاركت مصر قبل كده ولكن بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي، هذه ستكون أول مرة مصر تشارك فيها بصفتها الوطنية، والقضايا متنوعة ومتشعبة كثيرا جدا فيما يتعلق بالاقتصاد الدولي. ولكن المهم في هذا الموضوع أن نتذكر دائما أن مصر كدولة نامية والهند كدولة نامية أولوياتهم متشابهة بل ربما تكون متطابقة، سواء تتعلق بتغير المناخ، تتعلق بتوفير فرص العمل، تتعلق بتوفير التمويل للتنمية، تتعلق بأزمة المديونية، تتعلق بأمور كثيرة جدا مرتبطة بظروفهم كدول نامية. فمن هذا المنطلق مصر والهند سيكون موقفهم متكامل بحيث ان هم يقدروا يعبروا عن توجهات الدول النامية بشكل عام في اطار مجموعه العشرين. سياده السفير وائل حامد سفير مصر لدى الهند، بشكر سيادتك جزيل الشكر على هذا اللقاء الثري والهام. انا بشكر حضرتك وان شاء الله زياره موفقه، شكرا جزيلا ان شاء الله. يعني كما تابعنا مع ضيفي الكريم زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثالثه إلى دولة الهند تأتي في وقت مهم بما ينعكس على العلاقات المصرية الهندية الممتدة ويضع أيضا ذخما جديدا لمستقبل هذه العلاقات على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي. تحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة لدى الجانبين، أول مرة كما أشار ضيفي الكريم يتم دعوة مصر بشكل شخصي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور عيد الجمهورية وهو من أهم الأعياد الوطنية الهندية. هذا العام تم توجيه الدعوة أيضا لمصر لحضور قمة الجي 20. كل هذه الإشارات التي تحملها الهند إلى مصر تعكس كثير من الاهتمام من الجانب الهندي بتعزيز ودفع العلاقات البينية الثنائية بين الجانبين إلى أفاق أرحب. شكرا وإلى اللقاء.